وليد سليمان تطول من وليد بفاول وضربة حرة مباشرة تدخل من طارق على طول لعبها بركبته ما فيهاش حاجة ثلاثة حوالين الكورة وليد سليمان اوبا والهدف يا نهار ابيض هلا 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 عمرو السولية اتعملت حلوة 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 طبعا دي الردة ده علي معلول الردة طبعا مسؤولية كبيرة جدا لعماد السيد في الدقيقة 58 التسديدة سهلة جدا جدا وفي المتناول جدا 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 ارتدت بغرابة جدا 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 من عماد السيد في المتناول كانت كورة سهلة 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 لكن حراس المرمى وأخطأهم عماد السيد غرابة بص خلي بالك الكورة سهلة جدا سهلة جدا لكن مسكها وسابها